جينا تقيا اللي بغينا وعلى جينا وحتى جينا وحتى جينا تقيا اللي بغينا. شوف شوف بعينك شوف مشاكل بالقلوب المشاكل قائمه هذه الفئه ديال الممرضين للاسف كتمثل النواه الحقيقيه ديال اسره التمريض بلادنا، وللاسف تعرضت للاقصاء الممنهج في المرسوم الاخير اللي خرج، ولهذا حنا درنا هذه الوقفه اليوم وقفه وطنيه تعبيرا عن الاقصاء ديالنا والغضب اللي هم بهذه الفئه. فكما تلاحظ معنا راه كاين جميع الجهات الممثله هنا، جميع جهات المملكه المغربيه تحملوا عناء السفر وجاوا هذا اليوم يديروا هذه الوقفه التنديديه امام البرلمان تزامنا مع تزامن مع الاحداث اللي كانت تشهدها الوطن ديالنا وخاصه الحوار الاجتماعي. ولهذا كنطلبوا من السيد الوزير والوزاره الوصيه ان تلتفت لهذه الشغيله الصحيه اللي قصتها، اللي هي للاسف تعتبر النواه كما سبق وقلت، وهي اللي على الصواعد ديالها تاسست المنظومه الصحيه الحاليه اللي كنعيشوها عليها. نعم اخي المواطن كيعاني، ولكن باش تعرف بحس المسؤوليه اللي كنمثلوها احنا الان اختارينا هذا اليوم يوم السبت، علاش؟ باش ما نعطلوش المنظومه الصحيه. يا ريت كان زعما كاع جميع المواطنين كيفكروا بحالنا، ولهذا كنطلبوا من الوزاره باش تلتفت لينا باش ما تطورش هذه المسائل، ونصدقوا مره اخرى نضطروا باش ندير وقفات اخرى، واذا كانت في وسط الاسبوع بطبيعه الحال غتكون عليها عندها تاثيرات سلبيه وخاصه على المواطن. دونك نقوم في هذا اليوم بوقفه وطنيه في غياب تجاوب الوساره الوصيه للمطلب الرئيسي لفئه الممرضين والممرضات المجازين من الدوله ذوي سنتين من التكوين. هذا الممرض اللي تقصى من هذه الامتيازات اللي جا بها المرسوم المشؤوم اللي هو المرسوم ديال جوج 17535، وفي غياب كلي لتجاوب الوزاره الوصيه مع المطلب اللي هو دائما الترقيه الاستثنائيه، سنقوم بتصعيد الوقفات ونقوم بتصعيد النضالات. نحن نظن بان هذه الوقفات من حق المواطن لانه تحس براسه تظلم، وتظلم من طرف الوزاره اللي قدم لها العديد من الخدمات. هذا الفئه اللي هي كونت هاد الناس اللي طالبوا بالال ام دي، وهذا شرف وزياده لوزاره الصحه وشرف الممرض لانه يستحق انه يرقى ويرقى في السلاليم، ولكن بدون اقصاء هاد الشريحه اللي قال عليها السيد الوزير في اطار الانقراض. ونحن نعاتب على هاد الكلمه لان احنا لسنا ضناصير، نحن فئه قامت بالعديد من الخدمات الجليله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.